أهلا بكم. تستضيف مدينة اسطنبول مراسم توقيع اتفاقية شحن الحبوب بين أوكرانيا وروسيا بحضور الرئيس التركي ومشاركة أمين عام للأمم المتحدة. وتضمن هذه الاتفاقية تأمين خروج صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. ووفق الأمم المتحدة فإن هذه الاتفاقية التي تمت بجهود تركية وأممية تندرج في إطار المساعي الرامية لتأمين وصول عالمي كامل للحبوب الأوكرانية والصادرات الروسية من السماد والأغذية. إذن وفي هذه الأثناء نذهب مباشرة إلى مدينة اسطنبول لمتابعة مراسم توقيع اتفاقية شحن الحبوب بين أوكرانيا وروسيا، ونتابع هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية. إذن هذه الصور المباشرة من اسطنبول لمتابعة مراسم توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بعد ختام المحادثات في اسطنبول، والتي جمعت وفدين من الجانبين الأوكراني والروسي، وذلك طبعا بحضور أمين عام الأمم المتحدة وبوساطة تركية وبحضور الرئيس التركي بشكل شخصي في هذه المحادثات. إذن نعيد ونذكر الاتفاقية التي سيتم توقيعها أو الإعلان عن مراسم توقيع هذه الاتفاقية تضمن تأمين خروج صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم، ويعول عليها بأن يتم تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تسببت بها هذه عدم خروج صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية تحديدا على البحر الأسود إلى العالم. الأمم المتحدة، نرحب إذن بالأمين العام للأمم المتحدة. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Genel His Excellency President, His Excellency Secretary General and distinguished معالي الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة، حضرات الضيوف. تم التوقيع بين روسيا وأوكرانيا برعاية من الأمم المتحدة وتركيا. نرحب بكم في هذه فعالية. أود الآن أن أدعو أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للإدلاء بملاحظاته. Your Excellency President Erdogan, معالي الرئيس أردوغان، أصحاب المعالي والسعادة، حضرة السيدات والسادة،
نرى اليوم هذه الشعلة، شعلة الأمل التي تم إشعالها في البحر الأسود لتخفيف وطأة الأعباء التي يعيشها العالم والتي العالم بحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى. أود أن أشكر جميع من شارك في هذا المجهود، على رأسهم مضيفنا الرئيس التركي أردوغان ودولة تركيا التي اطلعت بدور أساسي في كل خطوة من هذه العملية من أجل توفير نجاحها. نشكركم جزيلا، يقول الأمين العام باللغة التركية. وأقول لممثلي روسيا وأوكرانيا، أنتم تمكنتم من وضع الخلافات جانبا من أجل تمهيد الطريق لهذه المبادرة التي تخدم مصالحنا جميعا وتعزز نمو الإنسانية، وهي القوة الدافعة لهذه المحادثات. السؤال لم يكن ما الذي يفيد هذا الطرف أو ذاك، بل كان ما هو المهم والمجدي لشعوب عالمنا. ولا تشكوا يوما بأن هذا الاتفاق هو لصالح العالم، وسوف يخفف العبء عن الدول التي هي على حافة الإفلاس والمجاعة، وسيساعد في استقرار أسعار الغذاء العالمية التي وصلت إلى أرقام عالية جدا حتى قبل الأزمة. خاصة أن المبادرة التي وقعناها اليوم تفتح المجال أمام الصادرات من 3 مرافق أوكرانية، وهي شيفانوفسك ويوجنا. إن شحن الحبوب والمواد الغذائية من شأنه أن يساعد في تخفيف الفجوة الموجودة في سوق الغذاء وتخفيف السعر أيضا. أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة، هذه الاتفاقية لم تكن بالسهلة منذ بداية هذا المجهود، وأنا أقول إنه لا حل للأزمة العالمية الغذائية من دون تأمين النفاذ الشامل للمنتجات الغذائية الأوكرانية والغذاء والأسمدة الروسية. اليوم خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام، إلا أن المسار كان طويلا. في شهر أبريل بعد أن استضافني الرئيس أردوغان، التقيت بالرئيسين بوتين وزيلينسكي لاقتراح الحلول والخطط، ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل كل يوم. واستغرق الأمر التزام وجهود وأسابيع من المفاوضات طويلة، وهذا الالتزام مهم اليوم أكثر بعد مما مضى، لأنه من الضروري تطبيق هذا الاتفاق بسبب حاجة العالم الماسة لحل أزمة الغذاء. نحن نعتمد على الحكومة التركية لتحافظ على دورها الأساسي في المسار المقبل، وأنا أتعهد بالالتزام التام للأمم المتحدة لإنجاح هذا الاتفاق. نحن نعزز الجهود لتكون الأمم المتحدة في موقع يسمح لها بتلبية هذه الالتزامات. وهنا أريد أن أشكر المهمتين اللتين يقودهما مارتن غريفيث والأمين العام للشؤون الغذائية، بالإضافة إلى مجهود المنظمة الدولية للبحار التي ركزت على طريقة نقل هذه المواد. اليوم نحن أسسنا لمركز تنسيق مشترك من أجل مراقبة هذه المبادرة، بالإضافة إلى المهمة التالية أو قوة العمل التالية بقيادة الأونكتاد التي سوف تسعى لإيصال المواد الغذائية والمواد الأخرى الروسية إلى الأسواق العالمية. أنا أحض كل الأطراف ألا تألو جهدا من أجل تنفيذ التزاماتها. هذه اتفاقية غير مسبوقة بين طرفين مشاركين في نزاع دام، إلا أن هذا النزاع ما زال مستمرا، الناس يموتون كل يوم. وشعلة الأمل هذه في البحر الأسود تسطع اليوم بفضل جهود كثير من الناس الذين بذلوا الجهود في هذه المرحلة القاتمة والصعبة من تاريخنا، على أمل أن تكون هذه الشعلة خطوة إلى الأمام نحو المزيد من السلام والأمن أيضا. نشكر الأمين العام للأمم المتحدة. Distinguished guests.
حضرة الضيوف، أدعو الآن الرئيس رجب طيب أردوغان للقيام أو للإدلاء بكلمته. حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، حضرات الوزراء وأعضاء الوفود، أحييكم جميعا، أرحب بكم في مدينة إسطنبول نقطة اللقاء للحضارات والقارات. نحن نجتمع مجددا بعد الاجتماع الذي تم في 29 من مارس الذي شكل نقطة تحول أساسية في عملية التفاوض. يسرني أن أرحب بأصدقائنا في إسطنبول وبعودتهم إلى هذه المدينة ليوم تاريخي آخر. نحن نفتخر بدورنا الأساسي في هذه المبادرة التي ستطلع بدور أساسي لحل أزمة الغذاء العالمية التي كانت على أجندة العالم لفترة طويلة. وبفضل الخطوات التي اتفقنا عليها اليوم من أفريقيا إلى آسيا إلى أمريكا إلى كل أنحاء العالم، سوف نساهم جميعا لمواجهة خطر الجوع الذي يهدد الكثير من الناس، والتأكد من تأمين الوصول أو من تأمين توريد المواد الغذائية على أهمية هذا الموضوع. ومع اتخاذ هذه الخطوات نتوقع أن الأسعار التي والأزمات التي تم التسبب بها بسبب موجات الحر أيضا سوف تتدنى وسوف تتم السيطرة عليها، كما أننا سنساعد في الحد من مشكلة التضخم. طبعا نحن لم نصل إلى هذه النقطة بين ليلة وضحاها، لقد خضنا بعملية طويلة ومضنية مع السلطات الأوكرانية والروسية وبمساعدة الأمم المتحدة من أجل تأمين شحن الحبوب التي تنتظر في الصوامع والإهراءات في أنحاء أو على ضفاف البحر الأسود. لقد قمنا بمشاورات مكثفة من أجل طمأنة الدولتين المعنيتين وإنجاح هذه العملية. إن وزراء الخارجية المعنيين أيضا قاموا بجهود كبيرة، ومساهمة الأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد غوتيريس كانت كبيرة جدا، خاصة أو في المسودات المختلفة لهذه الخطة. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر معالي الرئيس زيلينسكي ومعالي الرئيس بوتين من أجل قيادتهما. في الأيام المقبلة سوف نسمح إذن ب أو سوف نساعد في شحن هذه المواد وتأمين وصولها الآمن إلى وجهاتها المحددة. إن التنفيذ والإشراف على التنفيذ هو سيتم بفضل خطة محكمة يطبقها مركز التنسيق المشترك ومركزه إسطنبول في تركيا. كما أن مشاركة الأسرة الدولية أساسية لإنجاح تطبيق وإنفاذ هذه الخطة. منذ 4 أشهر وأيضا في إسطنبول عقدت المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا وأحرزنا تقدما في تلك المرحلة، وهذا رفع مستوى الأمل بإنهاء الحرب. إلا أنه لسوء الحظ التطورات التي حصلت بعد هذه المفاوضات أججت من النزاع. نحن لطالما قلنا إنه لن يكون هناك طرف رابح من هذه الحرب، بل الجميع سوف يخسر. إن النزاعات والقتال الذي لم يتوقف منذ 5 أشهر أكد هذا التوقع الذي قمنا به بأنه ليس هناك أي طرف رابح. وفيما يمتد هذا الصراع تتزايد معه الكلفة الاقتصادية والبشرية،
إن الحرب هذه لن يكون لديها فقط تأثير سلبي على الطرفين المتنازعين بل على العالم بأسره، إلا أننا نؤمن بأن هذا الوقت هو أفضل وقت للعمل على هذا الموضوع. نريد أن تنتهي النزاعات التي تتسبب بإزهاق أرواح الأبرياء. إن هذه الخطوة المشتركة التي اتخذناها اليوم في إسطنبول مع أوكرانيا وروسيا ستكون نقطة تحول جديدة، ستعيد إحياء الأمل بالسلام، وهذا ما نأمله. إن الحرب سوف تنتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات. إن هذا الجو الودي الذي نجحنا في إرسائه سيصب في مصلحة الإنسانية جمعاء، وسيتحول إلى خطوات تهدف إلى إنهاء الحرب. نحن نتطلع قدما لتلبية هذه المسؤولية التي تفرضنا عليها الحضارة، وأن نلبي متطلبات الدول المجاورة لنا. فليكن الله بعوننا جميعا. وفيما أنهي بهذه الأفكار، أود أن أشكركم جميعا من أجل جهودكم. آمل إن هذا الاتفاق الذي سوف يتم التوقيع عليه اليوم سوف يكون أساسيا لصالح دولنا وشعوبنا. كما أود أن أعبر عن امتناني الشخصي ونيابة عن شعبي لجميع من ساهم في هذه العملية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. نشكر الرئيس أردوغان على ملاحظاته. معالي الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة. ننتقل الآن إلى حفل التوقيع على الاتفاقية بين تركيا وأوكرانيا وروسيا التي سوف يتم التوقيع عليها من قبل وزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك للشحن الآمن لل مواد الغذائية والحبوب. ولدينا وزير الدفاع التركي ووزير الدفاع الروسي الذي يمثل روسيا، ونيابة عن الأمم المتحدة لدينا الأمين العام أنطونيو غوتيريش. والآن التوقيع بين وزارة الدفاع التركية ووزارة التنمية والتطوير الأوكرانية للشحن الآمن. ألكسندر كوبراكوف ممثلا لأوكرانيا وزير التنمية، ومن تركيا وزير الدفاع،
أنطونيو غوتيريش نيابة عن الأمم المتحدة. حضرات الضيوف، لقد انتهى حفل التوقيع. إذن كنا في متابعة مباشرة لمراسم توقيع اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. طبعا توقيع هذه الاتفاقية تم من قبل وزراء الدفاع أو وزيري الدفاع الروسي والأوكراني تحت رعاية الأمم المتحدة. كان في كلمة للأمين العام للأمم المتحدة قبيل التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد فيها أن هذه الاتفاقية، اتفاقية الحبوب، ستخفف العبء عن الدول الفقيرة وستساهم في استقرار الأسعار وستنهي فجوة الأسعار. وأكد على ضرورة أن تلتزم روسيا وأوكرانيا بالاتفاقية هذه لاستئناف صادرات الحبوب، لأن أزمة الغذاء لا حل لها دون السماح باستئناف صادرات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا. وأشار إلى أنه سيتم تأسيس مركز مشترك لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. كذلك كان في كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيها أن اتفاقية الحبوب هذه ستحل مشكلة الغذاء العالمية، وقال أن التفاوض كان طويلا ومضنيا مع كل من روسيا وأوكرانيا، وشدد على أن هذه الاتفاقية ستضمن وصول شحنات القمح الأوكرانية إلى وجهاتها المحددة، وسيتم استئناف رحلات سفن الحبوب عبر البحر الأسود خلال أيام. وأشار إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون عبر مركز تنسيق في اسطنبول، ولدى الجانب التركي خطة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا غنوة أبو دلّة.